يا حبيبي يا وائل، يا حبيبي يا اخي، كانت الخد يا حبيبي، الخد يا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل. عليك العون، ربك العون يا رب. ابنك يا تعشى يا تودي يا تعشى يا تودي. كلنا هنخش الجيش ومش هنقبل، مهما نموت احنا برضو موجودين، ولازم مصر تتبني، ولا اخوان ولا اي حد هيوقفنا. حسبي الله ونعم الوكيل. كل الراجل دوت كان بيوصي ابني بالصلاه، ومن حبه في ابني وحب ابني فيه قال له هجيب اخويا يخدم معاك بعد ما اخلص، بس للاسف ان الاثنين راحوا عند ربنا. انا عايز ابلغ رساله للمجرمين اللي عملوا الواقعه دي، عايز اقول لهم انتوا مشواركم طويل قوي ومش هتقدروا توصلوا لحاجه، لان قبل ما تقدروا توصلوا لاي شيء قدامكم 30,000 ضابط على الاقل لازم تخلصوا عليهم. اذا قدرتوا تعملوا كده هتقدروا توصلوا اللي انتوا عايزينه، انما احنا كلنا عايزين نموت، كلنا عايزين نستشهد، كلنا بنتمنى المنزله اللي ورا الخد. انا عايز اوصل ان الداخليه ان شاء الله تجيب حقه باذن الله وحق الشهداء اللي راح، لان مش بالسهل كده ان الناس تحصل فيها كده. منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل. داخليه ايه اللي بيهاجموه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كلهم بيختاروا منهم الحلم، بيختاروا منهم الحلم. اللهم تغمد الشهيد العقيد وائل طاحون بواسع رحمتك، ألهم عائلته الصبر والسلوان. مع الشهداء في هذا الجزء الأخير من الحلقة نحتفي ونحتفل مع الشهداء، نقدم التهاني وليس التعازي. أسرة العقيد وائل طاحون هتكون معانا في هذا الجزء، هيبقى معايا في الاستوديو شقيقه هشام طاحون. استاذ هشام اهلا بيك. اهلا بحضرتك. واللواء مصطفى طاحون ابن عم الشهيد العقيد وائل طاحون. اهلا يا فندم. استاذ لواء اهلا بيك. اهلا يا فندم. ومعايا على الهاتف ابنه العقيد وائل طاحون، الابنه الكبرى ساره. ساره اهلا بيكي والباقيه في حياتك يا ساره. ساره سامعاني؟ مع حضرتك يا فندم. صراحنا يعني في الجزء ده بنحتفل ونحتفي بوالدك العقيد وائل طاحون في السنوات القليلة الماضية اللي استفحل فيها الإرهاب، لعب مثله مثل كل ضباط الشرطة دورا كبيرا في مواجهة الإرهابيين. أنا عايز بس يعني في بعض اللحظات أحيانا نحتاج أن نسمو فوق آلامنا عشان نوضح الصورة للمشاهد المتعلقة بوالدك. عملية الاغتيال، لأنه اغتيل بالقرب من المنزل، هل استمعتم إلى إطلاق الرصاص؟
أو سمعنا صوت النار بعد ما نزل تقريبا من 3-4 دقايق. المنطقة كلها سمعت صوت ضرب النار لأن كان جامد، بيضربوا حوالي 3-4 دقايق ضرب نار متواصل وسلاح آلي. وبعدين نزلنا كلنا الشارع لقينا العربية والناس حواليها وعرفنا إن هو توفى يعني. يعني هو بعد ما نزل من البيت وودعكم جميعا يعني سمعتوا صوت طلقات الرصاص؟ فاكرة المشهد الأخير مع والدك؟ أنا آسف بدوس على المواجع والألام، لكن أحيانا المشاعر الإنسانية بتبقى صفعة على وجوه الإرهابيين يعني. فمتذكرة المشهد الأخير معاه؟ هو جه عادي واتغدى ودخل نام في ميعاده، وصحي اللي كان بيهزر قبل ما ينزل كان كويس مفيش حاجة وسلم علينا ونزل. وبعد شوية بتقولي بعد 4 أو 5 دقايق سمعتوا صوت إطلاق الرصاص؟ بالظبط كده. الصوت كان عالي، وصل لكم للشقة؟ جدا، ازايز العمارة كلها الشبابيك كلها اتهزت من صوت ضرب النار. كم طلقة رصاص قبل ما اكمل معاها يا استاذ هشام؟ تأكدتوا في اصابة العقيد والله يرحمه؟ 12 طلقة. 12. هو الطب الشرعي كان قال اعتقد 25 هو والعسكري، لكن يا فندم تلات بنادق آلية بتضرب وفي حوالي 42 طلقة في العربية بقى وفي المنطقة وفي يعني في طلقات كتير طبعا. سارة انت الابنة الكبرى مش كده؟ اخواتك مين تاني؟ في نورهان اصغر مني ب3 سنين وعاطف اخويا الصغير 14 سنة. عاطف اللي شفناه في الجنازة منذ قليل وكان منهارا يعني. سارة لما نزلتوا بقى في الشارع شفتوا ايه؟ احنا الاول قعدوا يمنعونا ان احنا ننزل، وبعدين بعد لما نزلنا كانت الناس كتير جدا حوالين العربية بس كانت لسه الاسعاف والشرطة ما وصلوش، فبس الناس يعني تقريبا كانوا عارفوا ان هو توفى هو العسكري، بس منعونا ان احنا نوصل للعربية يعني جيران وقفوا ومنعونا ان احنا نوصل لهناك. خافوا انه يكون في تداعيات يعني تبعيات للعملية الارهابية، ولا خافوا ان انتوا تتأثروا بالمشهد؟ ما حبوش نشوفه هو بالمنظر ده. اعتقد انهم خافوا تأثرهم، ما حبوش يقرهم. طيب سارة والدك طبعا يعني كان مستهدفا لانه كان بيشتغل في منطقة حساسة جدا لعدة سنوات من حياته في العمل في جهاز الشرطة، يعني المطرية تحديدا حضرتك قلت لي يا سيادة اللواء انه قضى عمره كله فيها. قضى عمره من هو ضابط صغير، من هو ملازم اول لغاية ما وصل لرئيس مباحث، لرئيس مباحث ومفتش مباحث، وكان بيخرج ويرجع تاني، يعني يخرج من المطرية الحتة ويرجع تاني المطرية، عشان كده بيتمتع بعلاقات جيدة، علاقات قوية جدا. علاقات قوية جدا ومعلومات قوية جدا. طيب سارة طول ما هو كان مهددا من خلال الجماعات الإرهابية كان بيحصل نقاش بينكو يعني خايفين عليه فبتقولوا له خلي بالك، هو كان تعليقه دايما ايه؟ هو بابا كنا دايما نقعد نقول له احنا شايفين على النت كلام وبنسمع كلام في الشارع انهم عايزين يخلصوا عليك ويقتلوك من بعد الثورة، هو ما كانش بيرد علينا غير سيبوها على الله. سبوها على الله. طبعا ده يعني لإيمانه الشديد بما يقدمه، وإيمانه أيضا أنه لحظة القدر ما فيش حد هيقدر يغير. لكن ما هنا ما كانش يعني هنا كان مستهدفا، ما كانش بيطلب حماية أو حراسة خاصة شوية تزيد يعني؟ لا بابا ما كانش بيحب المظاهر ولا الحراسة ولا الكلام ده كله، ما كان على طول سايبه على الله، واللي يعني ربنا اللي هنعمله مش هيمنع القدر. سيادة اللواء في مسألة الحق، لأنه البعض بيثير هذه النقطة، يعني ضابط مستهدف من منطقة حساسة تحديدا، هو صحيح الداخلية دايما تقول أنا مش هضع
حراسة على كل ضابط يعني هيبقى صعب، لكن في مجموعة من الضباط يتم استهدافهم بالصور وبالأسماء وبالعناوين يعني. الموضوع ده له شقين، الشق الأولاني عشان وائل بيكا مستهدف فنقل من المطرية إلى مصلحة الأمن العام لبعاده عن منطقة الخطر دي عشان يبعدوه عن المنطقة من حوالي سنة أو أكتر. الشق الثاني الخاص بالحراسة واللي أنا عرفته أنه هو رفض الحراسة، رفض أن يعين عليه حراسة، رفض الداخلية يعني حاولت تحط له حراسة ورفض الحراسة لأنه كان من أكثر المستهدفين، أكثر الصور انتشارا على مواقع الإخوان اللي بتهدد بالتصفية، وهؤلاء هم الضباط، كان صورة العقيد وائل طاحون بتتصل وعنوانه. وائل طاحون دفع ثمن إخلاصه ودفع ثمن شجاعته ودفع ثمن مرؤته ودفع ثمن حب مصر. وائل ضابط قضى حياته كلها بيشتغل صح وبيشتغل جد، وما اعتمدش على واسطة ولا حاجة، هو عمل نفسه وكان راجل جد في كل تصرفاته. كان مؤمن بأن الموت حق وأن كلنا هنموت وأن كل واحد هياخد نصيبه وأن الواحد لازم يؤدي واجبه لآخر لحظة، وأنا كنت قريب منه جدا وأعلم هذا تمام. وقال ما كانش بيخاف، وأعتقد أنه هو نال الشهادة، ودي حاجة كلنا نتمناها، كلنا نتمنى طبعا كلنا يعني هي كلنا مرتبة احنا كلنا حنموت، بس الإنسان يموت إزاي؟ يموت في إيه؟ يعني معلش حضرتك، في بيتين شعر كده أقولهم لك، أنا حافظهم من زمان، بيقول إذا غامرت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. فإذا كان الواحد حيموت يموت في أمر عظيم، وما أعتقدش إن في أحسن من مصر والوطن إن الواحد يموت في سبيله. طيب سارة، وإحنا بنحتفي ونحتفل بوالدك الشهيد وائل طاحون، لازم أسألك عن ما يهمش، وجانب متعلق بالقبح، شماتة جماعة الإخوان الإرهابية وتهليلهم واحتفالهم باستشهاد والدك، بتعلقي على ده بإيه؟ والله ما عندي تعليق عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل. مفيش شماتة في الموت، يعني انتوا كنتوا بتشتموا عليه وبتقولوا عليه كل اللي انتوا عايزينه وهو عايش، كان بيسمع ده بودانه وبيسمعه مننا، وكان يقول ما تردوش على حد، اي حاجة تسمعوها ما تردوش عليها، وكنا بنسكت، كنا بنسمعه بيتشتم وبيتهان وبيقولوا عليه حاجات مش حقيقية خالص، وكنا بنسكت وكان بنسكت عشان هو قال لنا كده. فهو خلاص مات، راح عند ربنا وحسابه عند ربنا، يعني مفيش داعي للشماتة، الشماتة مش في الموت، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يعني في كل الأحوال لا نتوقع منهم إلا اللي هيقتل واللي هيشوه يعمل أي حاجة يعني. سارة أيضا لما تلاقي فيه حملات تشويه مستمرة إنه الشهيد الذي نتباهى ونفخر به العقيد وائل طاحون يدعون إنه قتل لأنه قام بتعذيب مواطنين في قسم المطرية، ما اعرفش حاجة عن شغل بابا تقريبا، بس اكيد بابا لو عمل كده كان زمان اتقدم فيه بلاغات، ابسطها زمايله كتير ايام الثورة هم اتهموه في الثورة انه قتل 30 واحد، لو في حاجة زي ديت كان زمان حتى اتعمل ضده بلاغ، زمايله كتير جدا اتحاكموا بسبب القضايا قتل المتظاهرين وتعذيب ناس، هو الوحيد اللي الحمد لله نجي من الحاجات دي، يبقى اكيد هو ما عملش كده. وبدالي النهاردة يعني جنازته وعزاء أبسط دليل على حب الناس لي. طبعا سيد لو أنت طبعا تقول أنه أنا بقول لحضرتك أنه أبلغ دليل على حب المطرية لوائل طاحون أن العزاء النهاردة كل المطرية كانت موجودة، وياريت حد يكون مسجل كده على الهواء وإحنا ما بندعيش. دائرة قسم المطرية وأهالي المطرية كانوا أكتر ناس موجودين، بل أنهم كانوا مشغلين العزاء كله لانه كان شعبي، كان عنده علاقات شعبيه مع الناس وكانوا بيحبوه
وائل كان بيتمتع بخفة دم وروحه كانت كويسة وكان بيقابل الناس كويس وكان إنسان محترم محترم محترم. وأي كلام يتقال في عن غير كده ده دعاية أو حاجة مغرضة جدا وحاجة احنا ما شفناهاش حصلتش. سارة قبل ما اختم معاكي يعني رسائل الحب تصل للشهداء، لو عايزة تقولي رسالة لوالدك الشهيد الذي نفخر ونتباهى به ونخصص هذا الجزء للاحتفال به تقولي له ايه؟ اقول له الله يرحمك يا حبيبي، كان طيب وحنين على كل الناس وكان بيحب كل الناس والله، وانا بحتسبه عند الله شهيد ونفسي يجيبوا لي حقه، هو ده اللي هيهدينا. يهمك القصاص العادل من اللي قتلوه؟ طبعا طبعا طبعا، هو ده اللي هيهدينا ويشفي نارنا. انا فرحانه انه شهيد يا حبيبي وداخل الجنه، بس لازم حقه يجي لازم. ان شاء الله القصاص العادل يتحقق وان شاء الله نتوصل للجناه والقتله وتتم محاكمتهم، لانه ده بيشفي جزءا من الغليل، الغليل اللي موجود عند عائله الشهيد وعند كل المواطنين الذين يتضامنون مع الشهداء. سارة بتوجه لك بالشكر، ألف شكر. خلينا أسأل أخوه أستاذ هشام، أنتوا أخوة، عدد كام أخوات؟ أنا وائل العقيد وائل الله يرحمه، أخويا الأكبر مني على طول بثمان سنين، وليا أختي مدام فادية أكبر مني بعشر. هي الكبيرة؟ آه أكبر مني بعشر سنين. أنتوا تلاتة؟ تلاتة. آه وائل طاحون أسريا بقى عائليا؟ وائل أسريا كان بيعاملني مش أخوه، كأنه والدي يعني. وائل طول عمره ما زعلنيش في حاجة، وطول عمره يعني بيهتم بيا وبأختي وبينا كلنا، وهو طول عمره يعني مصدر سعادة لينا، ومش لينا بس، للناس كلها يعني. في واحد كان بيقول لي أخوك ده بيستغل نفوذه للغلابة. للغلابة؟ آه. يوم الوفاة كان في واحد، احنا اصلا من الغربية كفر الزيات من قرية النحرية، واحد مريض عنده ورم في المخ. وائل بدخل ودخله معهد ناصر وكلم له الناس وراح ساب شغله الساعة 4 المفروض معاد انصرافه عشان يرتاح او يتغدى، راح له معهد ناصر ودخله المستشفى. وانا ما اعرفش، انا وصيته على الموضوع بس ما اعرفش ان هو راح، وانا رايح بقى بعد الخبر المشؤوم اللي حصل ده، بس احنا سعادتنا بيه ان هو شهيد يعني. اهل المريض ده بيطلبوني يقولوا له اشكر لنا وائل بيه عشان عمل معانا كذا وكذا، فهو طول عمره يعني في الخير ومصدر سعاده للناس كلها. طيب بتتعاملوا ازاي بقى مع اتهامه بانه هتلاقي فيه على مواقع الاخوان وبعض الجماعات اللي تطلق على نفسها جماعه كذا وجماعه اعدام مش فاهم ايه وايه، حتى لو كانت جماعات وهميه، وبتقول انها قامت بقتلي لانه عذب مواطنين؟ هذه الادعاءات التي اعتدنا عليها يعني حضرتك، ده ادعاء كاذب، لان طبعا الاتهام ان فوضية المحامي دي ضباط الامن الوطني كانوا متهمين فيها وهم مقدمين المحاكمه دلوقتي. وائل بيه زي ما قلت ساعتك ساب المطريه بقاله اكتر من 3 سنين، ملوش علاقه باي حاجه، والامن العام يعني بعيد عن الموضوع ده. بس هو حضرتك ده اتهام يعني، ده اتهام او محاوله تضليل الشرطه في الوصول ليهم. انه يعني بيتهموا بالموضوع ده لمحاوله تضليل عشان الشرطة. يعمل تضليل يعني. يبعد الانظار عن القتلة. بس هو حضرتك هو العقيد وائل الله يرحمه مستهدف من زمان، وهو طبعا ما كانش بيصرح يعني، كان انا اخوه قريب منه واحنا علاقتنا طبعا قويه جدا، كان بيصرح لي ان هو بالاستهداف ونتيجه نشاطه الكبير في ضبط الارهابيين وكده، هو ده اللي تسبب في كده. يعني كان دايما يقول لك انه مستهدف يعني. حتى لما طبعا هو كان بيصرح لي بكده، بس لما كان بيلاقيني انا قلقان عليه كان يقول لي يا ريتني ما قلت لك، لان هو بقول لحضرتك كان بيراعينا جامد يعني في الامور دي. طيب سيادة اللواء، يعني ما فيش شك انه لانه
العقيد وائل طاحون تحديدا يعني هو نموذج لضابط شرطة كان شغال وكان في صدارة المشهد بسبب طبيعة الأحداث في المطارية تحديدا. يعني السؤال اللي سألته لحضرتك انت قلت لي ان هو رفض الحراسة، بس مش ده يخلينا نقول انه لا الضباط المستهدفون تحديدا يجب أن نوفر الحماية لهم، لأن الجماعات الإرهابية بتهلل وتعتبر أنها حققت انتصارا باستهدافهم يعني. وطبعا كلام حضرتك منطقي جدا وصحيح 100%، والحقيقة الوزارة ما بتتأخرش، لأن الوزارة ما بتتأخرش في حماية الضباط المستهدفين والضباط كلها، لكن المستهدفين تحديدا. والدليل على كده أنه هو أول ما عرف أنه مستهدف ومستهدف من مجرمين في منطقة المطرية تحديدا نقلوا منها فورا، وهم بينقلوه كرموه ودوه برضو مكان محترم لان هو ما اخطأش، يعني هو مش اتنقل فابعد كده في مكان يقضي، لا ده ابعد الى مكان احسن وارقى لمصلحة الامن العام لان هو ضابط كويس وشغال. فهو كان مطلوب نقله من الحتة دي، لكن عدم خسارته او فقدانه، ما يتفقدش يشتغل يؤدي دوره وكمل. فده دليل ان الداخلية عملت دورها. حتة انه هو رفض الحراسة لان برضو الحراسة بتبقى مقيدة، واحنا كلنا عندنا ايمان بربنا سبحانه وتعالى وان كل واحد تاخد نصيبه. طبعا وانت بتتعامل الحياة مع جماعات ارهابية بتملك عنصر المفاجأة والمبادرة، وفي نفس الوقت يعني ما عندهاش ضمير ويمكن انها حتى تقتل لو في مية حواليه. دول ناس لا خلاق لهم، دول ناس لا خلاق لهم، وبعدين لا مستقبل ولا ماضي ولا حاجه خالص. يعني هو نازل لو اتقتل ولا مشكله، هو لو اتقتل حتى مش مشكله، انما هم ناس كمان. يعني انا برضو كنت مع حضرتك كنت بتكلم مع الاخ هشام ومع ساره ان هم يشمتوا او يتكلموا، ما هم يعني هم ناس مجرمين وناس قتله وناس سفاحين، ايه يعني انهم يشمتوا ولا يتكلموا ولا طبعا يعني هتتوقع منهم ايه انهم يتاثروا تصور ايه يعني لا 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 لا، وهذه الامور لا قيمه لها على الاطلاق، لا قيمه لها على الاطلاق. وعشان كده احنا الحقيقه بنقول انه لا، احنا في المقابل لا لازم نحتفي ونحتفل بشهدائنا، خاصة الشهداء اللي بيتم كمان استهدافهم بعد اغتيالهم بعملية اغتيال تانية، اغتيال معنوية، عملية تشويه، شماتة تطلق، وعلى اعتبار انه وعملية تشويه في انه اصله قتل لانه كان يعذب مواطنين، يعني للقصاص، يعني اظهار المسألة وكأنها قصاص. بص يا بيه، ده كلام فاضي. مصر كلها عزت فؤاد طاحون، مصر كلها زعلانة على وائل طاحون، وانا بقول لك الكلام ده وخده مني ثقه. مصر كلها عزت فؤاد طاحون، ومصر كلها بيحب وائل طاحون، ومصر كلها زعلانة عشان وائل طاحون. اما اذا كان فيه فئه ضاله بتدعي ولا بتعمل، فده كلام ما ياثرش فينا، ما ياثرش فينا، وكلنا في ضمان.